هتيجي هتيجي. صافي أنا صافي فعلا. يحيى يحيى أنا صافي. لا أهلا وسهلا أستاذة سلمى عامر. أيوة. لا بورتو سخنة ولا بورتو مارينا، هو عامر واحد بس اللي يقدر يهنينا. حاولت أجيبها بس. أنت درستي صحافة؟ اه. يا خبر، أنت إزاي جميلة كده؟ ميرسي بس لا. يا خبر تدرسي صحافة؟ اه. لو فتحتي جنان بكرة هتلاقيني في صفحة الحوادث عشان أنا وقعت في حب. بحاول مش عارف. أنا عايزك تحبيني زي الصحافة في مصر. اختياري بابا. عايزك تحبيني زي الصحافة في مصر، اختاريني بكل حيادية. ده مش موجود. ما هو مفيش حيادية. قضية رأي عام. استنى النكتة. اللي بعده بقى. طيب ماشي. أنت كان إيه الميجر بتاعك في الجامعة؟ جورناليزم من ماس كوم. على فكرة أنت بجد مفيش حد زيك، الماس كوم وأنت كوم. إيش طيب؟ حلو. بمناسبة اليوجا، بتعرفي تعملي وضع اللوتس؟ اه. انا بقى بعرف اعمل وضع تتجوزيني. انا متأكد انك بتدرسي يوجا عشان اول ما شفتك انت نمستي مشاعري. ماشي ماشي. نايس. انت بتعلي بروفيسور في الجامعه صح؟ اه. على فكره لما دخلت على المحاضره بطلت اشيل هموم وبدات اشيل مادتك. هتيجي هتيجي. لا يا يحيى. لا يا يحيى. لا مش عارفه. عشان افضل اسقط واشوفك تاني. بتحبي لالا لاند؟ جدا. يبقى كده هتحبي يايا لاند. ايوه. انتي عارفة لو احنا بقينا مع بعض هفسحك كل يوم في سيتي ستارز. هاي ايه؟ بس الحكي مش مهم أصلاً. كمل كمل. سيتي ستارز هروح سينما مع سلومي. ايش تميش؟ طب حلق. ساوند طيب. فروحت السينما انا اروح عيط. بتحبي سعاد حسني؟ جدا. عارفه صغيره على الحب؟ طبعا. طب انا عايز من ده حزوم. الله. انا مش سعاد حسني كانت بتغني لحسين فهمي يا واد يا تقيل. انا 114 كيلو بس عمري ما اتقل عليك. لا لا يعني تخن ورفع. اه راجل جه على نفسه. ايوه نفسه عشان يضحكك. بتحبي فيروز صح؟ هاتيني نايا واغني؟ اغني لك بقى؟ ايوه يلا. بتحبي البيجيز؟ حاجة ملهاش علاقة بالموضوع خالص بس أنا بعرف أغطس فمحتاج أعرف how deep is your love عشان أوصل له. ليه يا يحيى كده؟ ليه؟ ليه؟ والله بحاول. يوم حلو ولا يوم حلو؟ والله بحاول. مش هعمل مش هينفع خالص. ليه يا يحيى كده مش هتبقى حاجة؟ ليه والله؟ بس انت قوي اتكيفت.
اللهم لا شماتة يعني بس اه. بتحبي هير؟ المهم بس ما تحبيش هم، حبينا انا. ايش ايش حلو. انت بتحبي تقري للناس والناس يقروا لك مش كده؟ بحب ايه؟ تقري للناس والناس يقروا لك. اه هتقرا لي يحيى؟ هنقرا لبعض. الله كتب لي لاف نوت. انا هقرا دي وبعديها انت هتقري دي. حاضر. بحبك. وانا كمان. وانا كمان. بتحبي ظافر عابدين؟ اه. طب ممكن تحبي عيون صافي؟ اه بس يعني يعني احب عيون صافي بس تطلع فاني يعني. ايه القرف يعني؟ مش فاهمة يعني مش فاهمة العلاقة ازاي ده رومانسي. انا سمعت ان من هواياتك انك بتحبي تتفرجي على الناس. وانا كمان. بتحبي الزيتون كلاماتا؟ وانا بقى في غرامك كلاماتا بشوفك فيها. انا صافي 6 بوينتس، يحيى 4 بوينتس. يلا معلش يا بابا. طب نستأذن. يلا بينا باي. هات الناي اعزف عليه. مش هعرف اطلع منه حاجه. يلا بينا. ونبقى نركب صوت